كونوا أذكياء، ما تغلطوا غلطة جيل منزانو القبيحة. عناد قرف. السلام عليكم، عارف شو بدكم تحكوا، والله عارف. اطمنوا، رح نحكي عن كل شيء صار في المباراة. نعم، تماما كما توقعت، كانت معركة بمعنى الكلمة، بل كانت أم المعارك. إذا قالوا معركة كروية فهي هي. قلت لكم في الحلقة الماضية رح نتابع كلاسيكو أجمل بكثير من لقاء الدور الأول، وهو ما كان. ريال مدريد ينقض على صدارة الدوري الإسباني على الأقل حتى موعد تصوير الحلقة، وينتصر على برشلونة 2-1 في لقاء مجنون أسال كثيرا من الحبر. ريال مدريد وصل لفوزه 98 تاريخيا على برشلونة مقابل 96 انتصار لبرشلونة. هدول الفوزين اللي حققهم ريال مدريد هذا الموسم ذهاب وإياب لازم يعوضهم برشلونة حتى لا يتسع الفارق. تعالوا اليوم نحلل كل شيء صار بالتفصيل. ليش فاز الريال وليش خسر برشلونة؟ هل استحق الريال الفوز وهل استحق برشلونة الهزيمة؟ كله في حلقة اليوم. بس قبل أي شيء، فجر زر الاشتراك وانضم لعائلة أقوى برنامج كروي في تاريخ اليوتيوب منذ تأسيسه. المفروض أنا وأنتوا نفتخر إنه عندنا قناة يوتيوب عربية أرقامها أقوى من قناة برشلونة وريال مدريد مجتمعين مع بعض. أوف، قوية والله. فشو بتستنى؟ فعل جرس التنبيهات على كل الإشعارات، وبدنا نوصل هاي الحلقة ل 300,000 لايك. قد التحدي يا شباب، أنا وربي الكعبة إني أقدم. وتابعني في حساباتي الشخصية عشان تشوف الشيء اللي ما بتشوفه في اليوتيوب. إذا مزاج رايق بسلطن في الستوريات اليومية، ويلا نعيش المتعة بحلقة تحليلية نارية جريئة ملتهبة سريعة. انطلقنا. الفريقين دخلوا المباراة متخوفين من بعض، وهذا ظهر بشكل واضح من خلال الرسم الخططي للفريقين. زيدان نزل بالأربعة 4-3-3 على الورق، ولكن في الحقيقة هو دفع فالفيردي على حساب أسينسيو. فرط بمهاجم اللي هو أسينسيو لأجل كسب لاعب يقوم بكل المهام الهجومية والدفاعية على الجهة اليمنى اللي هو فالفيردي. وكومان بدوره نزل بال3-5-2، فاستغنى عن غريزمان في الهجوم لأجل عيون ثلاثة في قلب الدفاع. المباراة بدأت بهجوم برشلونة مبالغ فيه مع استحواذ وسيطرة على الكرة مقابل تحفظ شديد من زيدان الذكي جدا. تقدم مبالغ فيه لثلاثي قلوب الدفاع عند برشلونة، بل وصل فيهم الاندفاع انك تلاقيهم الثلاثة قد تعدوا منتصف ملعب الريال، وهذا كان متوقع. وقلنا عنه في الحلقة الماضية انه راح نشوف استحواذ لبرشلونة، ومن ثم زيدان سيمارس ألعابه الشهيرة بضرب الخصم من حيث لا يحتسب. هذا هو المصطلح اللي استخدمته بالضبط. في مشكلة ظهرت في هجوم الفريقين في بداية المباراة. ميسي بيلعب 9.5 تحت ديمبلي لرأس الحربة، بس الأسلوب الهجومي لبرشلونة الضاغط ب10 لاعبين في مناطق الريال كان يحشر ميسي وديمبلي في منطقة جزاء الريال وما حولها. فلما يستلم ميسي الكرة في 20 متر الأخيرة عن مرمى الريال كان يلاقي زحمة رهيبة وأقدام كثيرة، وكان كاسيميرو الذكي جدا يأخر ميسي قدر المستطاع ليكسب مساندة كروس ومودريتش. أما مشكلة هجوم الريال فهي تداخل المراكز بين فينيسيوس وبنزيما. تلاقيهم الاثنين مايلين على نفس الجهة، الجهة اليسار، والجهة اليمين فاضية. ليش؟ لأنه فالفيردي قاعد بيقوم بأدواره الدفاعية بمساندة فاسكيز على الجهة اليمنى في ظل ضغط برشلونة المكثف. طيب، هل ما يقوم به زيدان بأنه متحفظ ومتراجع للخلف غلط؟ لا يا جماعة، أنا دائما بقول إحنا الآن بنعيش في زمن اعرف دافع بتفوز، وزيدان أفضل من يطبق هذا الأسلوب. هو عارف إنه بيقدر يأذيهم بالمرتدات، ويثق بدفاعه والكماشة اللي جهزهم عليها في التدريبات. خلاص الأمور تمام ولا تدعو إلى الخوف. ما أجمل الالتزام بتعليمات المدرب وتطبيق الحالة الدفاعية المثالية ثم الانتشار الهجومي المدروس. هذا بيقلل الاجتهاد عند اللاعبين وبيخلي كل واحد من اللاعبين عارف وحافظ دوره بالملعب. ترتاح أنت كلاعب لما تشوف مجريات المباراة تسير بالاتجاه اللي جهزكم عليه المدرب وقرأه بشكل سليم، فتعطي 100% ضمن الخطة. عشان هيك بتلاقي لاعبي ريال مدريد مرتاحين ذهنيا ونفسيا ومعنويا. خطة واضحة ومدروسة وتطبق على أرض الواقع. فهذا هو زيدان المدرب الشاطر الذي يجيد قراءة المباراة قبل ما تبدأ، ولو طرأ أي طارئ في أثناء المباراة بيعرف يتعامل معها ويقوم بالتبديلات التكتيكية اللازمة. بالمقابل كومان كان يحاول قدر الإمكان إنه ما يخلي زيدان يمارس عليه أسلوب الريال أمام ليفربول. واضح إنه كومان درس مباراة ليفربول وتابعها منيح، بس للأسف يا كومان وقعت بكثير من أخطاء يورجن كلوب. تتذكروا في الحلقة الماضية لما قلنا عن مساندة ثلاثي وسط الريال لخط الدفاع عكس وسط برشلونة اللي ما راح يساند المنظومة الدفاعية؟ هذا واحد من أخطاء كومان الكارثية، وظهر بشكل واضح في الهدف الأول للريال. الهدف في جهد مهول من فالفيردي مصحوب بسذاجة جوردي ألبا في ذبح نفسه بمد رجله بطريقة رفع عتب مش أكثر. أضف إلى ذلك روعة فاسكيز وإمداده الهجومي. رائع فاسكيز، رائع يا جماعة. هذا ظهير ولا جناح؟ والله فاسكيز مظلوم عند جمهور الريال قبل أي أحد آخر. أنا مش أول مرة بتكلم عنه، جندي حقيقي، وشو ما يطلب منه زيدان بيعطي 100%. لا يعترض ولا يمتعض على الإطلاق، ولو جلسته على الدكة طول الموسم واحتاجه زيدان في مباراة واحدة راح يعطيك أقصى ما عنده.
عنده، ما شاء الله عليه التزام تكتيكي رهيب هجوميا ودفاعيا. له مكان في المنتخب الاسباني يا انريكي وانت مغمض. الشاهد انه فاسكيز عمل عرضيه ذكيه وملعوبه. ليش ذكيه وملعوبه؟ لانه رفع راسه. ابوس ايديكم يا اظهرتنا العرب، ارفع راسك واقرا العيون، ما ترفع على العمياني، ما تكون حافظ مش فاهم ارجوك. مش كل عرضيه يعني لازم تكون عاليه، ما تيجي من المصنع خلص جاهز في مخك ان العرضيات لازم تكون فوق على الهواء. لا، الامر بيعتمد على عنصرين اساسيين، واحد لغه تفاهم سريعه مع المهاجم، ثم جوده تمرير متقن سواء فوق او تحت. في الهدف الاول للريال شفنا بنزيما في اجزاء من الثانيه سبق اروخو وقراها مع فاسكيز، وتمريره ارضيه متقنه مع جوده فينش من البنز. استغربت بصراحه تصرف تير شتيغن، كان ممكن يصدها. سهوه اروخو يسال عنها، وهي هي اللي بتفرق بين مدافع واخر. شفنا لقطه مشابهه في الشوط الثاني لميسي بعد تمريره عرضيه من البا، وتدخل ناتشو بطريقه رهيبه وقطعها. طيب شوفوا ليش الريال ذبح برشلونه في الشوط الاول. قرارات المدربين واسلوب اللعب المنتهج. زيدان عارف انه عنده العناصر اللي بتدعم اسلوب الهجم المرتده. كومان بالمقابل ساعده على ذلك بضغطه المبالغ فيه بالعشر لاعبين في مناطق الريال. طيب انقطعت الكره يا كومان، شو راح يصير الان؟ هذا اتاح لبنزيما وخاصه فينيسيوس انهم يستلموا الكره من منتصف الملعب وينطلقوا فيها. هم اصلا من نوع اللاعبين اللي بيعشقوا المساحات، وكومان اعطاهم اياها على الساحل المستريح. بالمقابل مساكين ميسي وديمبلي محشورين في 20 متر، وبنزيما وفينيسيوس الاثنين معاهم نص ملعب كامل يمارسوا فيه ما لذ وطاب من اسقاط الخصوم وبهدلتهم، وهذا ما تسبب بالهدف الثاني للريال. هجم مرتد للريال وانطلاقها من المجنون السريع المهاري فينيسيوس، وكسب ركله حره مباشره. انلعبت الركله الحره من كروس لهون، طبيعي الوضع. بس ايش هذا التمركز الطفولي من الحائط البرشلوني والذي يسال عنه تير شتيغن؟ هيك بتوقف الحيطه يا شتيغن؟ غريب جدا. من بعد هدف الثاني بالغوا برشلونه بالهجوم في محاوله لاستدراك النتيجه. هون الريال قتلوهم بالمرتدات، اعدموهم بانطلاقات فينيسيوس السريع الفنان. مش طبيعي هذا الولد، شو ثقته بمهارته؟ يمكن انتم من الشاشه بتشوفوا اللي بيعمله عادي، وهو صعب جدا في الحقيقه. فينيسيوس مهاري جدا، وراح اقول الان كلام قوي بصراحه، على هذا المستوى المتصاعد بالاضافه للخبره اللي بيكتسبها كل يوم في هذا النوع من المباريات الكبيره، رسميا هازارد لا مكان له على الجهه اليسرى في ريال مدريد. اصلا باسلوب لعب زيدان هذا، فينيسيوس هو الانسب للدور مش هازارد. فينيسيوس اسرع بكثير ومهارته مباشره باتجاه المرمى، عكس هازارد المهاري جدا في المناطق الضيقه مع الدوران. طيب برشلونه ما استسلم ولا رفع الراية البيضاء، محاولات مكثفه والكره لا تخرج من مناطق الريال الا ما ندر. ميسي يراوغ ويمر في امتار قليله ومناطق ضيقه جدا، بس يجي يسدد يجد وحوش انقضت عليه. الجميع يدافع باستثناء بنزيما وفينيسيوس. لا والله، حتى شفت بنزيما بيدافع في اكثر من كره. طيب اذا ميسي وسكر عليه كل المنافذ، شو بتتوقعوا عملوا بالمسكين ديمبلي؟ ضيعوه والله، ما خلوه يتنفس. واصلا ديمبلي لما يستلم الكره بده وقت ليقرر شو يعمل، مع انه مهاري جدا لا خلاف على ذلك مع ميزه اللعب بالقدمين، بس خنقوه رسميا. صار اذا بده يتنفس يطلع من منطقه الجزاء ليشم الهواء، ولذلك طبيعي انه مرمى ريال مدريد ما تعرض لاي تهديد حقيقي في الشوط الاول كامل. تخيلوا انه الفرصه الوحيده لبرشلونه في الشوط الاول كانت من ركله ركنيه. نعم، ركنيه جهنميه من ميسي كانت حتكون هدف الموسم لولا العارضه. ركنيه حط فيها ميسي كل الخبث والدهاء الكروي الموجود على سطح الكره الارضيه، واظن الهواء لعب لعبته فيها. انتهى الشوط الاول بتقدم الريال 2-0. الان قطعا برشلونه لن يكون بذات السوء في الشوط الثاني، هذا معلوم، بس زيدان هل سيسمح له؟ تعالوا نشوف. كومان عمل تبديل بين الشوطين، وهذا اعتراف ضمني من كومان انه اخطا في تشكيله الشوط الاول. سحب ديست من الملعب واقحم جريزو، ورجع لخطه 4-3-3 على الورق، بس هي فعليا 4-4-2. الان ديمبلي تحول من راس حربه الى جناح ايمن، وجريزمان صار هو راس الحربه، وميسي نزل من مركز المهاجم 9.5 لمركز 10 صانع الالعاب، مع الاحتفاظ بثلاثي الوسط بيدري وديونغ كمحاور بوكس تو بوكس، وبوسكيتس وحيد في الارتكاز، ومن جيثا تحول من قلب دفاع ثالث لظهير ايمن مكان ديست، مع الاحتفاظ باروخو ولينجلي كقلوب دفاع والبا على اليسار. جميل جدا، يعني في نيه لتغيير الوضع عند برشلونه. تفاجئنا مع انطلاق الشوط الثاني بالمطر يغزو الملعب. طبعا هم لاعبين محترفين على اعلى مستوى ومتعودين يلعبوا في هيك اجواء، بس لا يمكن انكار حقيقه انه المطر كان شديد جدا واثر على الفريقين واثر على مستوى المباراه بشكل عام. ريال مدريد ما تغير اسلوبه في الشوط الثاني، الهجم المرتده، واول ما تنقطع الكره الجميع يبحث عن فينيسيوس الطياره، واذا وصلت لفينيسيوس تجد بنزيما معاه على نفس الخط، بالاضافه لمسانده كروس ومودريتش. مودريتش تسلطن في التمرير لفينيسيوس في الشوطين، يعطيه قصير وطويل، دلعه من الاخر. ميسي تحرر في الشوط الثاني وصار اخطر. ليش؟ لانه بنزول جريزمان كراس حربه صار الان بامكان ميسي ان يبتعد عن منطقه جزاء الريال وعن ديمبلي، ويخرج من ال20 متر الاخير عن مرمى الريال والزحمه اللي حاصله هناك لانه صار في جريزمان، ونزل لتحت اكثر، وهون ميسي بيكون اخطر. ومن واحد من هاي اللعبات شفنا ميسي متاخر جدا على الجهه اليسرى لمسانده جوردي البا، تمريره مش غريبه على ميسي لالبا، وعرضيه من البا وتمويه جميل من جريزو وهدف اول لبرشلونه، بس عن طريق مين؟ من جيثا. تخيلوا
ما لم ينجح به من جثة دفاعيا نجح به هجوميا وبطريقه بتضحك، بس المهم انها جول. ايوه الان تغيرت المعادله، هدف واحد وبيرجع برشلونه في النتيجه، وهذا ما يعاب على ريال مدريد هاي الفتره وهو التاخر في الحسم، وشفناها ضد ليفربول في منتصف الاسبوع. كان ممكن جدا ليفربول في الشوط الثاني يعدل النتيجه 2-2 ويهدم كل ما فعله الريال في الشوط الاول، وهو تماما ما حصل بالامس ضد برشلونه. تراجع للريال مع ثوره برشلونيه لا تهدا، بس هذا الضغط العالي من برشلونه كلفهم شيء مهم جدا، اللياقه والعامل البدني. انهلكوا لاعبي برشلونه رايحين جايين، خلاص استنزف ومش قادرين يرجعوا في المرتده. شوف ديونج بيتمشى والله في لقطه والكره مرتده عليهم، لا الومه، في النهايه هو انسان عنده حد معين للطاقه، مش روبوت لا ينضب. طيب في لقطه مضحكه جدا شفناها في الدقيقه 68، تصرف فينيسيوس وكروس في هاي الكره العرضيه الخطيره الغريبه، سبحان الله ما العبهم والكره في رجليهم وما اضعف روسهم، البوصله ضايعه وتحتاج الى توجيه. طيب ضغط برشلونه المستمر تسبب بالحدث الاهم في المباراه في الدقيقه 83. اللي صار في الدقيقه 83 ما فهمته انا لحد الان، تمريره بينيه لجوردي البا، فانفراد في كورتوا، فسوء تصرف للاعب ظهير مش مهاجم والكره خارج اطار المرمى، المطر لعب دور انه الكره ما تخرج من الملعب فلحقها بريثويت، سحبه فيرلاند مندي، نعم سحبه في سحب، يمكن مش السحب اللي بيتسبب بسقوطه على الارض لكن في سحب كاش، عيني عينك، لا جدال ولا خلاف على ذلك. تعرف يا جماعه انا شو مشكلتي مع اللقطه؟ مش انها ركله جزاء من عدمه، لا مشكلتي سوء تصرف الحكم جيل منزانو مع الموقف. يعني لو انا مكانه كيف بتصرف؟ بعمل الشيء اللي بيرضي ضميري وعقلي وبيطمن قلبي وقلب الجميع من الطرفين. ريال مدريد وبرشلونه على حد سواء الاثنين، وهو انه على الرغم من انكار حكام الفار لركله الجزاء، يا عمي انت روح للفار، اللقطه فيها شبهه وانت عارف يا منزانو، ووضع المباراه حرج جدا ووقت وقوع الحادثه خطير جدا، روح للفار وشوفها وارجع خبرهم انها ركله جزاء او مش ركله جزاء بغض النظر عن القرار. انت هيك بتخفف على نفسك حده الانتقادات. وبيقولوا منزانو قرر انها مش ركله جزاء بعد الرجوع للفار، وبتصير صاحب موقف قانوني سليم لو انها مش ركله جزاء، بمعنى اخر بتسكت الجميع. اما انك تعمل حالك الشديد الواثق بطاقمه وقراراته، طيب يلا البس مصيبه وحصلت، طاقم حكام الفار لبسوك غلطه راح تنسال عنها ولن تغفر لك جماهير برشلونه. ليش العناد؟ الفار ليش موجود؟ لو رحت للفار شو كنت خسرت؟ فقط راح تتاكد من صحه قرارك بعدم وجود ركله جزاء وتاكده، او تتراجع وتحسب ركله جزاء وصلى الله بارك. بعض الحكام بياخذ الموضوع عناد، لما يشوف اللاعبين بيصرخوا عليه بيعصب وبصير بده يثبت رايه ولو غلط، وبيعاقب كل الفريق عشان عصبيه لاعب واحد، وبينسى انه في النهايه في تقييم. بعرف انه في كثير حكام عرب بتابعوني، ارجوكم ارجعوا للفار في الحالات الشائكه، خلي القرار قرارك، وانت بتعرف انه بعد الفار ما حدا بيفتح تمه معك ولا حدا بيعترض. كونوا اذكياء، ما تغلطوا غلطه جيل منزانو القبيحه. عناد قرف. اخر شيء بدي احكي انه لفت انتباهي نزول مستوى ميسي في الركلات الحره المباشره، الركلات الحره حل خطير ومع ميسي بيكون اخطر، وياما شفناه بيعذب حراس المرمى بهذا النوع من الكرات. بالامس اجت كرتين من اجمل ما يكون، كان ممكن يقلبوا النتيجه، بس ما كان ميسي اللي بعرفه. وعلى فكره مش بس ميسي اللي نزل مستوى بالركلات الحره المباشره، بل اغلب نجوم العالم في هاي المهاره، رونالدو وبيانيتش وديبالا وتشالهانوغلو وبايتس، يمكن الاستثناء هو جيمس وارد براوز الافضل في العالم حاليا بالاضافه لميرتنز. ريال مدريد بهذا الفوز على برشلونه صار بحاجه لمساعده برشلونه له ليفوز بالدوري. يا لي عجائب القدر، حطوا لي جدول الترتيب يا شباب. نعم الان مطلوب من برشلونه انه يقدم لريال مدريد هديه على طبق من ذهب، ويهزم اتلتيكو مدريد يوم 9/5 بعد شهر من الان ليتوج الريال في البطوله. لا اظن الريال ممكن يسقط في قادم الجولات، واهم مباراه هي لقاء اشبيليه يوم 9/5 كمان، عشان هيك بقول لكم انه لقب الدوري الاسباني يحسم يوم 9/5. اظن زيدان دخل بالفريق للمرحله اللي دخلوها الموسم الماضي في زمن ما بعد الكورونا، لما الفريق ما تعرض لاي هزيمه في 11 جوله، فاز في 10 مباريات وتعادل في واحده. المهمه الان اسهل بكثير برايي، بس برضهم بحاجه لمساعده من برشلونه. احكوا لي في خانه التعليقات شو رايكم بالمباراه، هل ركله الجزاء لعبت دور في تغيير النتيجه؟ هل استحق الريال الانتصار واستحق برشلونه الهزيمه؟ هل فعلا حسم الريال لقب بطوله الدوري؟ بحب اقرا تعليقاتكم عشان اعطيكم اللايك والقلب واعلق لاجمل المشاركات. لايك للحلقه، اوعى تنسى تطلع قبل ما تسلخ اللايك الجبار لنوصل الحلقه ل 300 الف لايك. تابعني في حساباتي الشخصيه واستمتع بكلام بحكيه هناك ما بحكيه في اليوتيوب. وقبل ما انسى بدي اشكر النحات الرملي الفلسطيني المبدع يزيد ابو جراد، افضل ناحت رملي على مستوى الوطن العربي، وفريق العمل اللي معه اللي فاجئوني واهدوني لوحه فنيه من اجمل ما يكون من احلى شاطئ في العالم، شاطئ مدينه غزه، رمز الصمود والعزه. اترككم الان مع الفيديو، سلام عليكم.